تم الاختيار. بسم الله الرحمن الرحيم، وتتوالى الحصريات إلى خبراء التقنية، قناة خبراء التقنية. هذه موسوعة من الموسوعات الجميلة حق الدرر السنية، موسوعة من موسوعات الدرر السنية كما تعلمون. عندهم موسوعة العقيدة، موسوعة الأحاديث، موسوعة هذه موسوعة الأخلاق. شوف التصميم الذي وضعوا عليه هذه الموسوعة. ننطلق الآن الموسوعة. مبدل التطبيق الأخلاق. اسمها الأخلاق. تحريك لأعلى بثلاثة أصوات الأخلاق. بمجرد الدخول إلى الأخلاق ماذا سنجد؟ تبويبات. التبويبة الأولى إنفو، صعبة التصفح شوية صراحة. اللي شفت فيها أنه فيها الإيميل، يعني أنك إذا أردت أن تشارك الإيميل أو تغلق. سيرش أنك إذا ضغطت عليها تكتب ما تريد، يعني تبحث عن خلق من الأخلاق، التسامح، أو فيها ثلاثة أنماط من البحث، ما أدري إيش معناها. ستار وان، ستار سيرش وان، ستار سيرش تو، ستار سيرش فور. كل مرة يعطيك مثلا التسامح، مثلا كتبت التسامح أعطى شيء، كل مرة يعطي شكل. عموما لا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا التصنيف. تعرفون الأخلاق تنقسم إلى قسمين، أخلاق الحسنة الحمد لله، والأخلاق السيئة. شوف right الراو، رايت الراو يعني اليمين، ليفت الراو يعني اليسار. وتوقعوا معي ماذا سيكون. رايت الراو سيكون فيه الأخلاق الطيبة، وليفت الراو سيكون فيه الأخلاق السيئة. هيا لنتصفح نشوف. رايت الآن دخل. مقدمات في الأخلاق الإسلامية. مقدمات في الأخلاق الإسلامية. الأحسان. الإحسان. الألفة. الأمانة. الأمانة. الإيثار. البر. البشاشة. البشاشة. التأني أو الأناة. التضحية. التعاون. التواضع. التودد. الجود والكرم والسخن والبذل. الجود والكرم والسخن والبذل. السخاء والبذل. حسن الظن. حسن الظن. الحكمة. الحكمة. الحلم. الحلم. الحياء. الحياء. الرحمة. الرحمة. الرفق. الرفق. الستر. الستر. السكينة. سلامة الصدر. سلامة الصدر. السماحة. الشجاعة. الشفقة. الشهامة. الصبر. الصدق. الصمت. العدل. العزة. العزم والعزيمة. العفة. العفو والصفح. علو الهمة. شفتوا كل هذه أخلاق. العفو والصفح. طيب. علو الهمة. الغيرة. الفراسة. الفصاحة. الفتنة والذكاء. القناعة. الإدمان السري. كظم الغيظ. المحبة. المدارة. المروءة. المزاح. النبل. كل هذا أخلاق طيبة. النزاهة. كل هذه أخلاق. النصرة. طيبة. طيب لنرى الآن. عنصر القناعة. الآن. الفتنة والذكاء. الفصاحة. علو الهمة. لنرى. أربع أبواب من الأشعارات. العفو وصفح. حسن الجود والكرم وسخن والبذل. الآن. مقدمات في الأخلاق الإسلامية. طيب كيف سنرجع؟ 11. كيف سنرجع؟ 33. 44. 54. 54 خلق. 43. شفتوا؟ الوفاء بالعهد. الوقار. الوقار. الأخلاق المحمودة. الأخلاق المحمودة. ويبانجتو. معتم. بيتين كلوز بلو. اثنان. بيتين كلوز بلو. اثنان. شفت؟ سير. كلوز. ويبانجتو. معتم. هذه باك مغلقة يعني معتمة. بيتين كلوز بلو. في الأخير تجدونها على اليمين. باب. من الأشعارات. تجدون. بيتين كلوز بلو. اثنان. هكذا. بيتين كلوز بلو. اثنان. الآن لفت الراو ندخل على الأخلاق السيئة. الإساءة. أول شيء الإساءة. الإسراف والتبذير. الإسراف والتبذير. الافتراء والبهتان. الافتراء والبهتان الله يحفظ. إفشاء سر. إفشاء السر. الانتقام. الانتقام. البخل والشح. البخل والشح إلى آخره. نطلع فوق. 33. أيوة. 44. أيوة.
47 يعني أقل الحمد لله. 36 47 سبع اليأس والقنوط الأخلاق المدمومة وجدان بتبلو معتم الأخلاق المدمومة الأخلاق المدمومة. خلونا نشوف مثلا بدين كلوز اثنان هذه كلوز بدين كلوز وجدان بتبلو الأخلاق المدمومة الأخلاق المدمومة الأخلاق المدمومة وجدان الأخلاق المدمومة. هذا عنوان فقط عنوان في الأخير يقول الأخلاق المدمومة والأخرى اليأس والقنوط اليأس والقنوط. دعونا ندخل اليأس والقنوط مثلا معنى اليأس شوف عناوين ها معنى اليأس والقنوط لغة واصطلاحا هذا الفرق بين اليأس والقنوط والخيبة عناوين ذم اليأس والقنوط والنهي عنهما أقوال السلف والعلماء في اليأس والقنوط أثار اليأس والقنوط حكم اليأس والقنوط حكم اليأس والقنوط أقسام اليأس من رحمة الله أقسام اليأس من غفلة الله ما يباح من اليأس صور اليأس والقنوط أسباب اليأس والقنوط كل هذا جميل ها دم اليأس والقنوط اليأس والقنوط وجدان بتم بدين كلوز اثنان بدين وجدان بتم بلو زر هنا سمح لنا بالرجوع هنا سمح لنا بالرجوع وهذه بدين كلوز اثنان لو أردنا أن نغلق الأخلاق الدميمة كلها أو نرجع وجدان بتم بلو طيب نحن ما نريد نرجع اليأس والقنوط هذا اليأس والقنوط يعني عنوان دم اليأس والقنوط في واحة الشعر في واحة الشعر مثلا ندخله دم اليأس قال ابن دريد أنشدني أبو حاتم قال ابن دريد أنشدني أبو حاتم السجستاني هذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطات المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته القريب أتاك على قنوط يمن به اللطيف وكل الحادث فموصول وقال وللربا برع كمت فرق وقبل لا أذى شك ولا حسمنا عنه وقال لقي حطان ولا بحس وجد بد بد بدين زما بلو بدين فيسبوك بدين 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 يمين بلو زر هذا الذي نريد من الأشعار بدين يمين بلو في نهاية الياس والقنوط في واحد الشعر فيه ميل بدين تويتر بلو زر تويتر لو أردت أن أشارك بدين فيسبوك بلو فيسبوك اكس بي ان جي زر بدين زوم اوت بلو زر زوم اوت بدين زومين بلو زر زومين بدين كلوز اثنان كلوز زر وجدان بتم بلو زر باك بحس أم ياس لم تشبه بناني الآن نشوف مثلا بدين 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 تويتر بلو ميل بدين ميل بلو زر ميل هذا بدين تنبيه مساج زر قابل لتحميل زر قابل إضافة إلى الملاحظات زر قابل لتحريك ولو ضغط ميل اضغط مرتين مطولا انتظر صوت ثم قم بسحب لإعادة الترتيب فيسبوك زر زر قابل لتحريك اضغط مرتين تم نشوف ايش يعمل هل يرسل رابط أم يرسل سيانس تويتر من الأشعار أخبار ومقالات خبراء التقنية منبر الحرية أبو بحث منبر الخبراء أخبار أبل سيا نور الدين محمد محمد بيرس رشيد العلوي مدين الناشري إبراهيم المهد محمود جوهر فهد المطن خالد السفي جاسم المال أم حمزة أيوب أم حمزة المحمود حقل النصر جاري التحرير نمط الحرف خط جديد تطبيق مسافة موسوعة مسافة الأخلاق شرطة ذم مسافة اليأس مسافة والقنوط مسافة في مسافة واحة مسافة الشعر خط جديد http://www.dorar.net 2901 يعطينا في البداية الرابط يعطينا الرابط دم اليأس والقنوط في واحد الغاء معاينة الروابط الغاء معاينة الروابط رابط الموقع الأمسات عنصر الشريط الحالة يعني إذا شاركنا مثلا نشارك الصفحة رجوع. اللي فيها خط جديد تنوين الفتح مسافة عنصر أرسال زر رجوع تنوين الفتح مسافة تنوين رجوع أرسال الدردشات الحديث ألا الدردشات الحديث الدردشات الحديث الدردشات الحديث تويتر من الأشعار فهد العيسى الأحبة هذا تويتر أتسلم نوسيس الدردشات الحديثة الدردشات الغاء زر الغاء أعطانا مشاركة الرابط في واحد شعر لاب من الأشعارات فقط لاب لا يمكن أن نشارك وقال لقي حطاني لا يمكن أن نشارك يعني المادة بدين فيسبوك بلو مثل بعضي التطبيقات الأخرى طيب إذا ضغطنا باك الآن معنى اليأس والقنوط اللغة فهرسة الأشعار الفرق بين اليأس ودم اليأس والقنوط والنهي أسباب اليأس والصور اليأس والقنوط دم اليأس واليأس وجدان بيتم بلو زر ضغطنا باك وجدان بيتم الإساءة الإساءة البغضة والكراهية رجعنا إلى الأخلاق السيئة الآن الجفاء. عنوان الأخلاق السيئة الحسد الآن هل سيمكننا تسبك أم لا 47 اليأس والقنوط الأخلاق المدمومة وجدان بيتم بلو معتم معتم ليش؟ لأننا أنهينا الأخلاق خلق اليأس والقنوط ينبغي أن نخرج مباشرة إلى الفهرس من جديد فلنضغط بدين كلوز كلوز اثنان. زر لاب من الأشعارات كلوز. لاب بدين كلوز اثنان بدين سيرتش زر الآن أعطانا السيرت ريكتارو زر ريكتارو زر ريكتارو بدين سيرتش تعالوا بنا لنضغط على
لنضغط على بدي ان سيرش بدي ان سيرش واحد حط لي النصب مثلا اضغط مرتين للتحريك حط النصب جاء الف الف لام لام حاء الجفاء جيم فاء بدي ان سيرش فاء الجفاء الف الف ضاء همزه همزه الجفاء ونضغط مثلا بدي ان سيرش واحد زر سيرش 1 بدي ان سيرش واحد مثلا انواع التودد الى الناس انواع التودد الى الناس وسائل معينه على التودد الى الناس وسائل معينه على التودد الى الناس صور الرفق الفتنه في واحد الشعر اقوال السلف والعلماء في المحضر الجفاء الجفاء ويدقط معتم يعني الاماكن التي كتب فيها الجفاء التي بدين كلوزلو لو مثلا بدين سيرش 4 زر بدين سيرش 2 زر بدين سيرش 2 معنى الجفاء لغه واصطلاحا ستار سورس 1 أعطاني الأماكن التي ذكر فيها الجفاء معنى الجفاء لغة واصطلاحا معنى الجفاء لغة واصطلاحا ستار سورس 2 دم الجفاء والنهي عنه في السنة النبوية أيوة أقوال السلف والعلماء في الجفاء أيوة صور الجفاء أيوة أسباب الوقوع في الجفاء أيوة الوسائل المعينة على ترك الجفاء أيوة الصبر على الجفاء نعم الجفاء في الأدب والأمثال نعم دم الجفاء في واحة شعر نعم ثانيا في السنة النبوية أيوة من علامات السفيه والأحمق نعم أسباب قسوة القلب والغلظة والفظاظة نعم أثار اللؤم نعم الجفاء كل هذا أعطانا أيضا بتبلو معتم بدين كلوز اثنان بدين كلوز بدين سيرش أربعة زر نشوف أربعة بدين سيرش أربعة معنى الجفاء لغة واصطلاحا نفسه صور الجفاء معنى الجفاء أقوال السلف والعلماء في الفتنة في واحد صور الرفق وسائل أنواع التودد لنا أنواع التودد لنا وسائل صور الرفق الفتنة أقوال معنى الجفاء صور الجفاء ثانيا من علامات أسباب قصة أثار بدين كلوز بدين كلوز زر في هذا البحث بدين كلوز لا أرى بدين كلوز زر في هذا البحث من الأشعارات لا غيتغوي زر بدين سيرش زر بدين أفو زر بدين أفو هذه إنفو نشوف بدين كلوز زر في كلوز بدي ايميل ايميل نشوف ايميل هل سيعطينا ان نرسل التطبيق لنشارك الايميل نص الرساله ارسال أيوة. زر من تطبيق موسوعه الاخلاق عنوان الغاء زر الا @dugar.net حقل النصب هذا اذا اردت ان تراسل نسخه حقل النصب نسخه نسخه الشرطه المائل الموضوع من مسافه تطبيق مسافه موسوعه مسافه الاخلاق نص الرساله من جهة نص الرسالة الموضوع من مسافة نص الرسالة من جهاز الايفون الخاص بي حقل النصب اضغط مرتين للتحرير نسخة مخفية نسخ ألا ألغاء من تطبيق موسوعة ألغاء زر تنبيه حذف حفظ المسودة زر حذف المسودة زر حذف كيف وصلت ضغط انفو ثم وضعت يدي شوف أعطاني ليفت أرو ريكت أرو بدين سيرتش بدي انفو اذا ضغطت على انفو اذهب فوق الهوم على اليمين اجد بدي ان كلوز ثم امشي يسار بدي ان ايميل بس اطلع فوق شويه ريكتراو بس اطلع شويه لفراو لكن لن تضغط ولو ضغطت عليها لن تضغطها لا شيء لن تضغط الذي يضغط هنا في انفو هو الايميل يعني اذا اردت ان ترسل ملاحظه من الاشعار لهم اذا كلاوس لم نحتاج الى ارسال ملاحظه ولا شيء هذا كل ما يتعلق في الدرر يعني الاخلاق من الاشعارات سرعه الاخلاق التابعه للدرر السنيه أو السنية وإلى لقاء في تطبيق آخر إن شاء الله يسعفنا به الوقت ومعذرة إن كان هناك من تقصير أو تفريط في شرح أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إيصال الشرح لكم بشكل جيد تم الاختيار تحية طيبة من أخيكم أبي حمزة المغربي